السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في أخبار في دقائق. سنسقط اليوم امرأة كذلك قناعا جديدا من أقنعة النظام المارق الذي يسيء إلى المنطقة المغاربية. اليوم غادي نتكلم على تصريح نتاع وزير الخارجية رمضان العمامرة اللي أدلى به لقناة روسيا، واللي جاء فيه بخصوص العلاقات ما بين الجزائر وفرنسا. قال بلي الجزائر ترفض التدخل في شؤونها، خاصة أو خصوصا من مستعمر الأمس. زعما سوا ديزون بلي حنايا رانا اون كونفلي مع فرنسا، و لو كونفلي ما كانش، هذا مجرد مسرحيات يتم التنسيق بين فرنسا وبين هذا النظام، وكل واحد يخدم مصالح الآخر. وكان نفا وكذب عن عودة السفير الجزائري في باريس، وكانت عدة أصوات تكلمت مؤخرا عن عودة سفير الجزائر في باريس. فيما يخص العلاقات مع المغرب، العمامرة صرح بكلام خطيرة. قال بلي الرباط استخدمت جماعات إرهابية لضرب استقرار الجزائر. شكون هما هاد الجماعات الإرهابية اللي استخدمتهم الرباط باش تضرب استقرار الجزائر؟ دائما هاد المسؤولين تاع النظام يتكلموا بشكل عمومي، ما يعطوش أدلة، ما يعطوش حجج وبراهين، وبالتالي الكلام اللي يقوله ما هوش كلام يستاهل الواحد يرد عليه، والمغرب ما غاديش يرد عليهم كالعادة، غادي يتجاهل الكلام تاعهم، لأن هما من خلال هاد الاستفزازات وهاد التصريحات يحوسوا باش المغرب يرد عليهم، والمغرب قرر نظن انه يتجاهلهم تماما، وهذا اللي خلاهم في حالة سعار مزمن منذ اشهر. تكلم ايضا على قال باللي قرار غلق الطائرات أو غلاق المجال الجوي أمام الطائرات الفرنسية رد على العنف اللفظي. هنا ما جاش قرار غلق المجال الجوي لا رجعة فيه، ويأكد كلامه باللي رجوع الطائرات الفرنسية للتحليق في السماء الجزائرية ما هوش أمر مستحيل وقادر للتحقق في أي وقت. وأون بليس دو سا، أكثر من هذا، الفرنسيين يستعملوا طائرات حلف الناتو باش ينقلوا المعدات نتاعهم، لأن هذا القرار تافه أتم من الكلمة، لأنه طالما يحلق طيران الناتو في سوق السماء الجزائر، فإن فرنسا تستعمل طائرات بريطانية ولا أمريكية ولا ألمانية، ما يهمش، باش تعرفوا بلي هذا النظام يحوس غير باش يسوق خطاب للداخل اللي ما راش عطيه قيمة كما يلزم، وما عطيش ثقة وراه فاقدها. يعني هذا النظام راه يعاني من أزمة شرعية. تكلم أيضا على قال بلي التطورات الدولية تفرض على الجزائر وروسيا اتخاذ مواقف مشتركة، ومشاركة سوريا في القمة العربية، هذه القمة اللي راهم اللي مازال جاو راهم باغيين ينظموها، بصح راهم باغي يديروا كما يقولوا المشاكل والخلافات مع قاعد الدول، مش عارف كيفاش غادي يديروا هذه القمة العربية. قال بلي مشاركة سوريا في القمة العربية مرتبط بالمشاورات، ما قدش يعطي إن ريبونس كلير، وقال نأمل أن تشارك دمشق في القمة العربية المقبلة. واتكلم على إجلاء الميليشيات من ليبيا لا يجب أن يكون على حساب أمن دول الجوار. هنا علامة استفهام حول الكلام هذا اللي قاله، من جهة يقولك خاص ما يقعدوش المرتزقة، هو تكلم هنا على الميليشيات، لكن تحس بلي أنه موجود نوع من التناقض يعني، ولا هذا استم ميساج أدريسي للجيش الوطني الليبي. ما يمس أمن واستقرار ومصالح مالي يمس أيضا الجزائر. وتكلم على ملف سد النهضة اللي به جوانب سياسية قال تعيق توصل إلى حل. انتم رحتوا الأزمة هذيك سد النهضة، ما بيكونش سد النهضة، وراكم خلقتوا مشكل مع مصر الآن، وراه بدأ الإعلام المصري يتكلم على
السقطة التي سقطتم فيها عندما قلتم لي راكم ماشيين لجميع الدول العربية باش تصحوا المغالطات حول أزمة سد النهضة. مصر المفروض انتوما بصح انتوما ما عندكمش هذاك حب الانتماء. لا بروف المغرب بغى يتقسموه، يعني المفروض انك توقف موقف مؤيد لحقوق مصر والسودان فيما يخص مياه نهر النيل. لكن انت ما بيكش هذا ازمه سد النهضه، انت بيك ان تلقى التأييد من الجميع فيما يخص دعم بوليساريو. وبالمناسبة وراكم تشوفوا هنا الهاشتاغ، خاصكم تشاركوا هاشتاغ طرد البوليساريو من الاتحاد الإفريقي، لأن اقتربت القمة الإفريقية، وإن شاء الله في هذه القمة المقبلة يكون حسم هذا الملف لطرد هذه الجمهورية الوهمية لما عندها لا أساس لا رأس من الاتحاد الإفريقي، باش لينيو أفريكان يتحرك، باش قارتنا تتحرك مصلحة شعوبها، ومبقوش في هذه الخلافات التافهة. شاركوا بقوة هاشتاغ طرد بوليساريو من الاتحاد الإفريقي. وقال باللي هناك مشاورات مع الولايات المتحدة بخصوص القضايا في إفريقيا. الولايات المتحدة الأمريكية إلا قضية الصحراء راكم عارفين الموقف نتاعها، هي معترفة مغربية الصحراء وهي اللي شادة الملف، وما بغيتكمش ترتمون في أحضان الروس، ولأنكم ارتكبتوا مؤخرا أخطاء بسماحكم لمرتزقة الباغنر باش يدخلوا، وهذه اللي غادي تجيب لكم التمام إن شاء الله. الموضوع الثاني اللي غادي نتكلموا فيه هو ما ورد في وكالة الأنباء الجزائرية عن ولد السالك اللي عمره ما يسلك. قال باللي الحرب لن تتوقف إلا بنهاية الاحتلال المغربي للأراضي الصحراوية. هادو راهم باغين عادي، راهم يستنوا في استماع مجلس الأمن ويتكلموا وقبلوا المبعوث، ومن هنا يقول لك الحرب لن تتوقف. منين كيما هكا ما قولوا الأمم المتحدة احنا ما عندنا ما نديروا قرار مجلس الأمن، احنا رانا مقابلين الجيران نتاعنا وروحوا بعدونا. أنا كنعرف اللي نعرفهم رجال وعندهم المبادئ يحافظوهم ويش حافظوا على مواقفهم يتكلموا بهذه الطريقة. الشهيد حافظ اليوم ما قالوش بين الحلو قالوا الشهيد الحافظ هو الرابوني هذاك تما. أكد وزير الشؤون الخارجية الصحراوية، هذا وزير الشؤون الخارجية الصحراوية محمد السالم ولد السالك، أن الحرب لن تتوقف إلا بنهاية الاحتلال المغربي للصحراء الغربية واحترام حقوق الشعب الصحراوي، وأن دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ باعتباره عنصر من الاتفاق كان هدفه الوحيد هو خلق الظروف لتنظيم الاستفتاء قبل أن يتراجع المغرب عن هذا المسار في منتصف الطريق بمباركة وتأييد دول معروفة، مما أدى مع كامل الأسف إلى استئناف الحرب التي لن تتوقف بعد الآن. قال لك لن تتوقف بعد الآن إلا بنهاية الاحتلال المغربي اللاشرعي لبلادنا واحترام حدودنا وحقوق شعبنا الذي ضحى وسيضحي من أجلها بكل من أتي بقوة. وأبرز هذا ولد السالك أنه لا يوجد أي اتفاق سوى مخطط التسمية المبني على تنظيم استفتاء لتقرير المصير، وأن الحكم يكمن في احترام المملكة المغربية لحدودها المؤتمرة بها الدولية. دوك نشوفوا القرار نتاع مجلس الأمن اللي غادي يتم التصويت عليه آخر الأسبوع إذا يتضمن هذا الكلام اللي راك تقول فيه. وفي السياق يقول هذا ولد السالك شدد على أن اليوم الذي يحدد فيه مجلس الأمن التاريخ الذي ستنظم فيه بعثة الميرونسو، والله غير هذه لما تكون رقم تحلم وأحلام سعيدة كما قال واحد أخو عارفين شكون تعالى فلان ذاك العام الذي أنشئت، قال لك الاستفتاء الذي أنشئت من أجله ويبرر تواجدها على أرضنا ويجدد فيه المغرب قبوله والتزامه بمخطط التسوية. اليوم نحن اليوم نشاهد بكل استهجان واشمئزاز الاستمرار في المحاولات الظالمة الرامية إلى الاتفاق على حق الشعب الصحراوي وتقرير مصيره والاستقلال والسيادة. راهم يتألموا، هذاك مسودة قرار مجلس الأمن، مشروع قرار مجلس الأمن اللي غادي يتصوت عليه في هاد نهاية الأسبوع راه ضارهم كي هما كي النظام ما راهمش قابلين. قال لك هذا النهج الظالم
وليس له أي مستقبل مهما تم التستر عليه بالمفردات والعبارات البعيدة كل البعد عن النص وروح الاتفاق المبرم القاور بين طرفي النزاع. القاور واحهم طاحوا في الفخ، طاحوا في الفخ اللي صنعوه لرواحهم. خاطر قال لك هما حفروا حفرة رواحهم طاحوا فيها هما والنظام هذا. أوفر النظام يأمرهم باش يحفروا ويطيحوا فيه يطيحوا فيه في زوج. ولفت إلى أن الطرف الصحراوي الذي مارس ضبط النفس إلى أقصى الحدود طوال 3 عقود وتعاون بكل جدية وحكمة ومسؤولية مع الأمم المتحدة وجميع الأمناء العامين والمبعوثين المتعاقبين وما بعثة لمينورسو لن يقبل من الآن فصاعدا، ترى لهجة تهديد راه يقولها، المس قيد أنملة بحقوق الشعب الصحراوي المقدسة أو بتغيير الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية باعتبارها قضية تصفية استعمار أو بثنائية النزاع بين الطرفين وهما يعني جبهة بوليساريو والمملكة المغربية. يعني إحنا يا ساي ما راهم يهدوا شغل هما راهو غالطين، راكم غالطين والنظام اللي راه يدعم فيكم راه غالط. دوك تشوفوا القرار تاع مجلس الأمن. وأكد رئيس الدبلوماسية أن آلية الأمم المتحدة ستجد في الطرف التعاون بالناء. سبحان الله، دروك قال لك حنا الجير راح تنهو الاحتلال، دروك يقول لك وفي نفس الوقت يقول لك آلية الأمم المتحدة ستجد في الطرف الصحراوي التعاون بالناء والمسؤول، والمسؤول هو لا مسؤول. إذا اتضح جليا والتأكيد أن المسار السياسي لن يحيد عن طريقه وطبيعته. شوف ولد السالك، أنتم طفرت فيكم هاد لافير، راكم تلعبوا كما يقولوا أورج، راكم كما يقولوا وضعية تسلل، وهاد الشطحات اللي راكم تديروها لن تجدي نفعا، والقرار نتاع مجلس الأمن لن يتضمن هذاك الأمر اللي راكم تحوسوا عليه واللي راه يحوس عليه النظام. القرقرات خلاص لم تعد من المنطقة العازلة، الاستفتاء خلاص تم تجاوزه، الحاجة الوحيدة اللي سواء تقبلوا بها سواء ما عندنا ما نديروا لكم كما يقولوا مبادرة حكم الذاتي، تقبلوا بها اللهم بارك، ما تقبلوش بها راكم في جمهورية الوهم تاعكم، راكم في دواركم إلى أن يريث الله الأرض عليها ومن عليها. والصحراء، الصحراء مغربية، كانت مغربية واليوم هي مغربية وغدا ستكون مغربية وإلى الأبد إن شاء الله. لا تنسوا مشاركة هاشتاغ طرد البوليساريو من الاتحاد الإفريقي، لأن طرد هذه الجمهورية الوهمية هو في مصلحة القارة الإفريقية. أشكركم على تتبعكم وأضرب لكم موعدا إن شاء الله في حلقة أخرى من أخبار في دقائق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.